رجعنا مع حضراتكم واول فقراتنا في البيت الكبير مع طبعا معلق رياضي شهير جدا مش بس على مستوى مصر لكن على مستوى الوطن العربي، بيتميز بالصوت الجميل، بيتميز بالتعليق الاكثر من رائع، فكر كبير جدا على مستوى كرة القدم. هنناقش معاه يعني قضية التعليق، التعليق في مصر او في الوطن العربي واصلة معانا لفين. بنرحب طبعا، برحب بحضرتك طبعا الكابتن الكبير عصام عبده، مشرفنا النهارده في البيت الكبير، ونقول لك اهلا بيك في البيت الكبير وكل سنه وانت طيب. اهلا بيك كابتن هاني، كل سنه وانت طيب وكل سنه والجمهور الاهلي دايما في نجاحات ان شاء الله وفي بطولات. سعيد جدا اكون موجود معاك وان شاء الله تكون حلقه مميزه ان شاء الله. ان شاء الله انت مميز واكيد ان شاء الله هتكون حلقه مميزه. ربنا يخليك كابتن، ربنا يخليك. عندنا كلام كتير وحوار كبير واسع ان شاء الله عن التعليق وعن كمان النادي الاهلي والكره المصريه والمدربين، ان شاء الله حوار يكون مميز. حقيقة احنا معانا موهبة فذة، لو كنا بنتكلم على لعيب فذة وبنتكلم على مدرب متألق، احنا كمان معانا معلق على مستوى، مش هقول مستوى متألق على المستوى المصري والعربي، لكن انا بالنسبة لي متألق على المستوى العالمي. كابتن عصام منورنا ومشرفنا في البيت الكبير مرة تانية. تاريخ كبير في التعليق، ويعني وانا بتفرج على التقرير بحس كمان من خلال الصوت، من خلال تعابيرك الواحد جسمه بيأشعر، خاصة مع منتخب مصر وده هنجيله. لكن عايزين نبدأ الرحلة من الاول، رحلة حضرتك مع التعليق والفكرة جات لك ازاي ان انا عايز اخش مجال التعليق، التعليق الرياضي بصفة خاصة. انا طبعا بديت من الامارات، من في اواخر التسعينات بدأت من الامارات وعن طريق دبي الرياضيه. الاول طبعا كنت بلعب كوره على مستوى دوري متوسط في الامارات ودوري مؤسسات، بعد كده من خلال كل المعلقين او معظم المعلقين في الدورات الرمضانيه بتبقى فرصه كويسه. صحيح. ان انت ممكن تقدم نفسك كويس للناس تسمعك، تشوف هل في موهبه ولا لا. كنت بلعب مع فرق من الفرق الكويسه الكبيره في البطولات هناك فاصبت، فده كان سبب رئيسي جدا ان انا اعلق بعض المباريات. الحمد لله كل الناس سمعتني، شافت اني الحمد لله في موهبه كويسه. بعد كده قدمت نفسي لقنوات دبي الرياضيه في فتره كانت عندها الدوري الالماني وكان عندها دوريات كثيره جدا. صحيح. في الفتره بتاعت التسعينات، والحمد لله مشيت. حتى يمكن اول مباراه انا خدتها كانت نهائي كاس اسكتلندا، والفتره اللي انت كنت فيها كابتن هاني كنت في المانيا، دي برضو اشتغلتها بشكل كبير جدا الحمد لله. قعدت ومن اول يمكن 3-4 سنوات الحمد لله بدات الحمد لله تجيلي اكتر من عروض لحد ما جه العرض بتاع قنوات الاي ار تي، وبعد كده انتقلت بقى الاي ار تي وخدت فيها كم خبرات غير طبيعي في كره القدم. صحيح. طبعا كل البطولات تقريبا كانت موجوده عند قنوات الاي ار تي، ودي بيسقل من خلالها اي معلق بيسقل من خلالها. كانت توليفه كبيره جدا من البطولات، كل البطولات القاريه، البطولات العربيه، المحليه، كل قارات العالم الحمد لله اخذت فيها خبرات كبيره جدا جدا. وبدات بقى مرحله الاحتراف من دبي الرياضيه، ثم بعد كده فتره الاي ار تي، ثم بعد كده رجعت تاني دبي الرياضيه، ثم دلوقتي ابو ظبي الرياضيه لاكثر من 10 سنوات. مشوار طويل ومشوار حافل يا كابتن فعلا. طبعا زي ما بنتكلم دايما على عناصر اللعبه، اذا كان مدرب او لاعب او حتى على مستوى الاداره، لازم تثقل موهبتك. انت عندك الموهبه، والمعلق المشوار الطويل دوت اكيد ما استخدمتش موهبتك بس، على مستوى تجهيز نفسك بقى وعلى مستوى الشغل على نفسك، اشتغلت على نفسك ازاي لغايه ما وصلت لهذه الدرجه من الاحترافيه؟ اولا الكابتن هاني، انت في التعليق زي لعيب الكوره، لعيب الكوره عنده طموح يكون لعيب دولي، نفس الكلام بالنسبه للكومنتيتور، لازم تكون انت معلق محترف، معلق دولي، وده طبعا بيحتاج شغل كبير جدا. اول حاجه كره القدم دي فيها عناصر كتيره جدا، عنصر التدريب، عنصر التحكيم، عنصر الاعداد والتقديم التلفزيوني، انت تشتغل على نفسك حتى على مستوى الميديا، ان انت تسعى وتجتهد وتجري على موضوع ان انت تروح ازاي تتعلم نطق الاسماء بتاع الفرق بتاع الدوريات انت بتشتغل عليها. هي. فكان بياخد معايا مشوار طويل جدا، يعني انا كنت ساعات بقطع مثلا 160 كيلو 150 كيلو عشان اروح مثلا اجيب حصيله الاسماء بتاع الدوري الالماني. نفس الكلام كان عندي دوري، كان عندي دوريات من الدوريات الارجنتيني. صحيح. الدوري بتاع الدوريات بتاعت امريكا الجنوبيه النطق فيها مختلف، الدوريات الاوروبيه. فكنت بروح دايما للمسؤول الاعلامي او الملحق الاعلامي في كل سفاره وباخد منه موعد وبقعد معاه وبكون جايب الفرق كلها بحيث ان هو يقدر ينطق لي، لان انت عارف طبعا بره الاسماء بتختلف. صحيح. والحروف اللي عليها بتختلف. طبعا. فبيديك النطق الصح بتاعها، لما بتيجي تشتغل ما بقاش عندك مشكله، بتعمل الداتا بتاعتك طول من بدايه الموسم وبتشتغل. طبعا هو المعلق برضه
برضو في جزء من الشغل الصحفي، يعني ان انت لازم تجري على المعلومه وتجيب معلومه خاصه ودايما تكون متجدد، لان كل يوم بيعدي عليك الموضوع بيقدم، فلازم دايما انت تحدث نفسك. لما طبعا بتاخد في الجزء التدريبي وبتاخد في الجزء البدني الجزء الطبي كل ده، لان انت بتعلق للعناصر اللعبه دي فما تظلمهمش، وبتاخد من الاول انت محترف ما عندكش عواطف خالص، انت بتخش الماتش انت عاوز عصام عبده هو اللي يفوز، فبالتالي انت دايما بتحافظ على وضعك ان انت راجل عندك احترام للشاشه احترام للمشاهد، وان انت ما تجيبش. اكيد هنيجي ليه كمان الخطوط العريضه اللي حضرتك ممكن تشوفها في معلق الرياضي، نجاحات بتتوقف عليه، لكن هاخد من دوت ساعات واحنا بنتفرج على التلفزيون والناس بتتفرج على التلفزيون ممكن يقول لك المعلق ده لعب كوره او المعلق ده ما لعبش كوره. هل بتفرق جدا ان يكون المعلق الرياضي خاصه في كره القدم يكون مارس ولو جزء من كره القدم بتساعده دوت في عمليه التعليق؟ طبعا القرايه يا كابتن هاني مهمه جدا، القرايه ان دايما تقرا وتطلع وتشوف، وزي ما قلت لك ان انت حتى يبقى عندك جزء كبير جدا كمساعد مدرب ان انت بتشتغل ليهم، وده بيفرق معاك كتير جدا. لما بتخش مجال الاحتراف التعليقي بعض الاوقات بيجي لك ماتش بيبلغوك مثلا قبلها بساعتين ثلاثه، لو انت محترف وبروفيشنال كويس وخصوصا لما تكون بتلعب كوره وعرفت الكوره وعندك فكره عن الكوره بتقدر تقوم بالمباراه ما بيهمكش ما بتخافش. ليه؟ لان انت اصلا انت بتتكلم في السياق 90 دقيقه، تمام، حاجه انت بتحبها وشغال عليها، تقدر تتكلم في تكتيكس معين، وده خلي بالك انت مثلا كابتن هاني مدرب مثلا منتخب مصر، فانت بتدي له حقه ازاي بيشتغل، ازاي موقف الفرقه، ازاي بيلعب 4-2-3-1، ازاي تبين للمشاهد الجزء اللي هو الجانبي، وده مهم جدا اللي ما بيشوفوش المشاهد العادي. انت بقى مهم جدا. انت لازم تبرزه بشكل ولعيب كوره مادي اداء كويس طبعاً. في معد بدني مع الفرقه اعداد كويس، ازاي طرق التدريب وطرق التحويل وطرق اللي اتغيرت فيها الكوره من اول ما ساكي عمل الطريقه القديمه ثم بعد كده الدايموند مع ايمي جاكيس، ثم بعد ذلك تطور الاداء شويه مع كل بطوله، ازاي بيطلع مدرب يعمل تغيير في الكوره بشكل معين. تيكي تاكا مع جوارديولا تيكي تاكا مع جوارديولا، مورينيو لما كان بيلعب على الـ 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 يعني اللعبه المحسوبه او الباص المحسوب عن طريق مايكون، يعني كل فتره ما بين كل فتره وفتره بيجي مدرب طبعا يعمل اسم كبير في اوروبا او في العالم، انت بتشوف الكوره ايه الحديث بعديها، وبعد كل بطوله برضو بقى في سيرش كتير ومعلومات كتيره جدا على المستوى البدني، لان كره القدم يا كابتن هاني هي علم. نفس الكلام بالنسبه للتعليق، التعليق علم، التعليق من الصراخ ولا التعليق ان انت تبقى نايم، التعليق عامل زي خطوط الملعب. هاخد من كلامك يعني هاخد من كلامك حته الصوت ونبره الصوت، ساعات يعني بتبقى انت بتقول مش لازم يكون صوتك عالي، مش لازم يكون صوتك واطي، في معايير للصوت المعلق، امتى يعلى بصوته، امتى بيقل بصوته، طبعا. المعايير ديت ليها دراسه معينه حضرتك طبعا. بيبقى في دراسات معينه لده؟ طبعا يا كابتن هاني. وبص يا كابتن هاني احنا نرجع تاني للبدايه، اي واحد عشان يخش التعليق لازم اللي يتم اختياره دوت او اللجنه اللي تختبره يكون عنده الموهبه، هي موهبه زي الفن، يعني التعليق ده فن، انا لما ببعد عن التعليق بتعب جدا، بحس ان في حاجه ناقصاني زي ما بلعب كوره بالظبط، نفس الكلام. فالتعليق ده الاول موهبه، اذا حضرت الموهبه لابد انت تشغل نفسك تثقلها، ولابد الجهه اللي انت شغاله فيها دايما تثقلها. القنوات بره كانت دايما اللي اشتغلنا فيها في عمليه رقابه على طول دايما، يعني انت دايما بيقيموك، حد بيقيمك، حد بيشوفك، وبعدين بالذات في قنوات الاي ار تي دي كانت قنوات فيها نوع من الاستثمار والبزنس، فان انت لازم يكون عندك دايما الصفوه بتوع الاسماء، لان انت في ناس بتشترك وانت بتبيع المنتج ده. صحيح. وانا بشوف من وجهه نظري ان من اهم العناصر اللي موجوده في العمل الاعلامي دلوقتي هو المعلق، هو الوحيد اللي بيصحبك 90 دقيقه وقد يمتد ل 120 دقيقه، وممكن يعني يعمل مشاكل كثيره جدا لعيبه، يضيع حق مدربين، يضيع حق لعيب، فمهنه مهمه جدا تكون فيها الموهبه، وزي ما قلت لك دايما يعمل عمليه تطور لنفسه، ازاي تأدي اداء كويس، ازاي كمان ان انت اسمك هو دايما اللي يفوز، يعني ده 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 شيء مهم جدا، لو حافظ على الحياديه وحافظ على مستوى العمل الاحترافي هيبقى معلق، لكن بدون موهبه وبدون تون صوت كويس وبدون ما هو يشتغل نفسه ويطور نفسه، لان زي ما قلت لك في الاول يا كابتن هاني ممكن لعيب كوره يفضل يلعب 20 سنه لكن محلي، وفي واحد تاني من اول اسبوعين ثلاثه تشوف انه لعيب عنده كواليتي اللاعب الدولي. فنفس القصه المعلق، الامكانيات هو بيفرضها لان هو مسرح، انت بتخش انت كابتن هاني قبل ما بيجي لك اي ماتش او ساعه المباراه بتبقى شايل هم كويس جدا جدا، انت ازاي تمتع الناس، لان دي متعه، الكوره دي متعه كبيره جدا، ازاي توصل للمشاهد المتعه دي، وازاي انت تلعب دور كبير في المباراه، ان انت جزء كبير. الجزء العلمي طبعا فيها ان الملعب ده خطوط ملعب، انا ما ينفعش ازعق من اول الكوره من عند السكس يارد لحد هناك، فانت التون بتاعك بيطلع مع المباراه، لكن لابد تضيف ليها شيء، لابد كل ماتش تقدر تضيف ليه شيء يعني. اكيد طبعا. اكيد من الاجزاء المهمه اللي هاخد من كلام حضرتك الحياديه،
وطبعا كل انسان عنده ميوله وعنده انتماءاته بالنسبه للانديه. فازاي ده يظهر على الشاشه ان هذا المعلق معلق حيادي؟ ده برضو موضوع مش سهل. ازاي بتتحكم في الجزئيه دي؟ والله زي ما قلت لك، هم انا دايما بقول في اربعه بيدخلوا الماتش، لازم الاربعه كل واحد هو جواه عايز يفوز، الحكم والفرقتين والمعلق. المعلق ده هو لازم يفوز، لازم يفوز باسمه، لان انا مش ممكن اجامل النادي الاهلي والنادي الاهلي مش كويس، حتى جمهور الاهلي بعد كده يحس ان انا صحيح. حد مش 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 بروفيشنال. فنفس الكلام بالنسبه لاي نادي انت بتعلق، كل الانديه عندي سواسيه، كل اللعيبه سواسيه، لان انا كنت لعيب كوره، لو المعلق ما ادانيش حقي فانا ظلمت. واولا هي عمليه ضمير، اول في الاول وفي الاخر هو ضمير. كابتن هاني عامل ماتش كويس جدا في الملعب فلازم اديله حقه. حتى برضو انت تبعد عن الالفاظ اللي ممكن تاذي لعيب كوره، تاذي مشاهد، تاذي حد من هذا القبيل. فطبعا هي عمليه احترافيه زي ما حكيت لك، وانت من يوم والتاني بتاخد الخبرات، لكن عشان تبقى اسم في التعليق محتاجه مجهود، مجهود كبير جدا، ومحتاجه دراسه متابعة. ومحتاجه شغل، ومحتاجه حتى انت لو اتصفت وفي معلق التون بتاعه مش كويس او الصوت بتاعه مش كويس، في معاهد اصوات كتيره جدا لازم يشتغل على نفسه، وازاي مخارج الحروف، وازاي يشتغل على نفسه دايما بشكل او باخر، يقدر يطور الجزئيات دي كتير جدا جدا. واحنا دي كابتن هاني في الفتره الاخيره برضه في مصر انا حسيت ان في عدم اهتمام شويه. ما هو ده هجي لك برضه ملف يعني المعلق الرياضي المصري. انت ذكرت بعض النقاط اللي ممكن الناس ما بتشتغلش عليها كويس او مش شايفه ان ده كمان علم ولازم يدرس، هنتكلم على الموضوع ده. لكن نتكلم كمان على نقطه ان ما بتتفرج يعني بتسمع، يعني انا كلاعب كنت بتفرج مثلا على نفسي بعد المباراه عملت ايه كويس ايه وحش. هل كابتن عصام عبده كمان بيراجع نفسه في الجزئيه ديت، ان هو بيسمع تاني نفسه بعد المباراه وبيقيم نفسه في الجزئيه ديت؟ طبعا طبعا، مهم جدا جدا تسمع نفسك وتتعلم، ومهم جدا كل ماتش تعرف ان انت تطلع نفسك الاخطاء قبل الميزات عشان تطور نفسك احسن. فلازم طبعا ما بين كل مباراه ومباراه وبين كل فتره وفتره تسمع نفسك، على اساس ان انت لو في اي اخطاء ما تقعش فيها تاني. لكن هي القصه زي ما حكيت لك كابتن هاني، انت الجزء التحضيري، الجزء الاهتمام زي المدرب، بتتفرج على الفرقتين، بتتفرج عليها مره واثنين وثلاثه، لان ممكن انت تتصادف مثلا بنقل تلفزيوني ما فيهوش كلوزات كتيره. فلما بتشتغل على نفسك كتير جدا تهتم بيها، وزي ما قلت لك انت دايما شايل هم ان انت تطلع منتج كويس. صحيح. ده ما يفرضوش عليك مدير القناه اللي انت بتشتغل فيها، ما يفرضوش عليك غير ضميرك، وما يفرضش عليك ان انت تميز لعيب على لعيب عشان انت بتحب النادي ده وبتحب ده. كل ده طبعا خطا، هو شغل احترافي بمعنى كل يعني بمعنى الكلمه. لو انت بعدت خالص ورحت لنادي على حساب نادي، او ملت ناحيه شمال او ناحيه يمين، اسمك اللي بيخسر. فده طبعا لازم المعلقين الشباب الصغيرين لازم كل الكلام ده يعرفه كويس جدا. انت اسمك عشان يكبر لازم يكون عندك انت اللي بتحاسب نفسك من الداخل يعني. طيب مشوار طويل جدا جدا زي ما انت قلت على مستوى الدوريات الخمسه، بتتكلم على مستوى منتخب مصر، بتتكلم على مباريات كتيره جدا. ساعات بنقول ان اللعيب النهارده ده مش يوم او مش موفق، او في النهارده ده كان المباراه صعبه عليه. ايه من المشوار الطويل دوت كنت حاسس ان لا المباريات ديت كانت صعبه او كان فيها عدم توفيق مني؟ تفتكر بعض المباريات واسبابها كانت ايه؟ على مستوى المنتخب ولا على مستوى يعني على مستوى المشوار الطويل، حتى على مستوى الدوريات الخمسه، على مستوى منتخب مصر، ايه المباراه اللي تفتكرها تقول لا كان المفروض اكون احسن من كده؟ والله في بعض يعني اكيد في مشوارك الطويل ده كله انا عملت الاف المباريات، فاكيد صحيح. في مشوارك ده كله انا ليا طقوس معينه. ايوه نعرف بقى الطقوس ازاي لعيب الكوره. يعني انا دايما من الناس بحب قبل الماتش مثلا بست سبع ساعات اكون نايم ساعتين كويس، اكون محضر قبليها بفتره، ما احبش عمليه الضغط، احب اخد المباريات دايما بدري شويه، ابقى عارف قبليها بحيث انت تحضرها تعيش حياتها. لان المباراه كابتن هاني انا حتى كمان ليا طقوس ان انا احب احضر الماتش في خضره في ميه فعلا. في حاجه قال ان هو فن، هو انت رايح تمتع الناس دي يعني الناس بتشتغل في 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 في, في, في اعمال مختلفه، بيجي اخر اليوم بالليل مش خناق، ده الماتش ده هو بيقعد عشان ينسجم يستمتع بالمباراه. لا انت تتعب له ودنه ولا تزعق له طول المباراه ولا ما تحضرلوش كويس ولا ما تديش واحد حقه ولا تبقى مع فريق ضد فريق هيقلب عليك على طول وهي هي 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 هيلغي الصوت خالص. فطبعا انت بيجي عليك بعض الاوقات ما بتبقاش حسب ضغط المباريات. يعني احنا في ايام الاي ار تي كنا ساعات بنعمل 3 و4 و5 ماتشات في اليوم. وده طبعا بيستغرب منك خبرات كبيره جدا بتتنقل ما بين قارات العالم يعني. فطبعا في مباريات كنت انت موفق فيها، وفي بعض الماتشات بتبقى بتعيد حساباتك فيها.
يعني حلوان التعليق الرياضي. طبعا دي انا كنت قلتها في 2008، كنت قلتها في 2008 والناس اتعلقت بيها جدا جدا جدا, جداً. انا على فكره كنا بنعمل البطوله دي من بره مصر، والحلويات المصريه انا بحبها شويه، بميل ليها اكيد كلنا. فطبعا انا قاعد كنت كان نفسي في، فالمهم ايه، وانا بحضر ماتش مصر والكوت ديفوار، فقلت اول واحد هيجيب الكوره دي انا هقول عليه ده الحلواني بتاع، انا ما فيش حلويات. فجت بقى ومسكت مع الناس ومشيت مع الناس. احنا بصراحه يا كابتن هاني في 2008 عملنا كره قدم عظيمه جدا جدا. من افضل بطولات على انا في خمس ماتشات الاولانيين قبل الفاينل دورت على نص الملعب ما تلاقيش 3 4 مس باص. يعني انت بتتكلم على تيم ماتش مصر والبرازيل، يعني فيريرا لوسيو ومجموعه اللعيبه البرازيليين في الامطار الاخيره بيتعادلوا معانا مش قادرين. فاحنا قدمنا كره قدم غير طبيعيه جدا في 2008، فمن و2009 في كاس عالم القارات كنا فرقه جامده جدا. ده بيساعدك يا كابتن لما بتلاقي اداء الفرقه حلو وبتلاقي الكوره حلوه والماتش حلو، ده كمان بيساعد المعلق طبعًا انه طبعًا يطلع طبعًا يطلع طاقاته يعني. طبعا يا كابتن هاني، بص يا كابتن هاني، اعظم شرف ان انت تمثل بلدك وتلعب كوره، تعلق كوره، تبقى مع بلدك، يعني ده عارف ده بيديك وانت في الملعب بقى يعني نجاح غير طبيعي. فما بالك بقى لما تتجمع المجموعه دي كلها مع كابتن حسن صحيح. ومع مصر كلها كانت عايشه اجواء جميله. وخلي بالك بطوله 2008 دي ما كانتش مصر بس، ده كان الوطن العربي. يعني انت مجرد تخلص الماتش تلاقي كل الوطن العربي بيبعت لك تهاني ومبسوطين، لان بصراحه الاداء يعني حتى الرانكينج بتاعنا، حتى التوصيف بتاع كابتن حسن من افضل 4 5 مدربين على مستوى العالم، ما اعتقدش ان حصل انجاز مش هيتكرر تاني مع كوره كابتن. طبعا مع الكوره الجميله بدل بكلمك عليه ما في المباريات لما بتحس ان الكوره حلوه وفي ماتش في كوره بمعنى اصح، ده كمان بيطلع طاقاتك بتفرق. الا لما يكون مباراه على المستوى الفني قليله شويه. طبعا لان الماتش قوه الماتش وقيمه الماتش والاتموسفير بتاع الجو نفسه والوضع انك تروح الملعب، كل ده بيعمل لك نجاحات كبيره جدا. تعمل ريال مدريد وبرشلونه من الملعب، تعمل مثلا المانيا اسبانيا من الملعب، تعمل فاينالات دوري ابطال اوروبا، كل ده انت مجرد ما تخش الملعب زي لعيب كوره لما انت كنت بتدخل والاجواء معاك موجوده صحيح. وانت حتى تشوف كل دوريات اوروبا دلوقتي موجوده مثلا بنسبه كبيره جدا ما فيهاش جمهور، هو الجمهور هو المسرح والملعب ده هو المسرح اللي المعلق كمان بيطلع فيه فنه وابداعه. يعني في جمل مشهوره للمعلقين على مستوى التاريخ، يعني هل المعلق بيبقى قاصد انه يطلع دوت او بيقول لك النهارده مثلا انا هقول جمله معينه عشان الناس تفتكرها، ولا بتيجي بالصدفه؟ يعني كلنا فاكرين زيدان وسونج دي طبعًا دي, طبعًا دي طبعًا اعتقد دي كانت جميله دي علقت مع الناس. لكن في كمان على مستوى مثلا كابتن يعني بنتكلم على كابتن ميمي الشربيني كان ليه حاجه معينه، كابتن يعني محمد لطيف كان ليه حاجه معينه، كابتن جويني كان ليه، يعني الحاجات دي بتبقى مقصوده جدا جدا. طبعا كابتن ميمي الشربيني طبعا ببعت له التحيه لانه من المدارس كابتن هاني السلسه الجميله، ومن الناس والاساتذه الكبار اللي احنا يعني اتربينا على صوتهم، على عظمه قيمتهم، على احترامهم ما فيش اي ميول. كل الاسماء الكبيره اللي حضرتك قلت عليها دي افضل ميزه كانت موجوده عندهم كابتن حمد امام الله يرحمه، كل دول كان عندهم انتماءات لانديه كبيره جدا زي الاهلي والزمالك، لكن عمرك ما حسيت بان هو عنده ميول لاهلي وزمالك. ودي قيمه الاحتراف عندهم وقيمه ان هم ناس كانوا المهنه فيها جزء كبير. حته الكلمات يا كابتن ان انت تكتبها وتحضرها وبتاع ما توصلش للقلب، انت الكلام اللي بيطلع منك ده على طول في حالتها في وقتها هو ده اللي بيوصل للمشاهد. فتحضير الكلمات او تحضير اللازمات والحاجات دي كلها ما بيكونش مجدي وما بيوصلش للناس، بتبقى دمها تقيل. وبعدين كمان ان انت تحضر دايما لازمه في كل جول بيجي برضو مش انا بشوفها مش لطيفه. في ناس فعلا بتعمل كده، في كل لازمه في كل لازمه اللازمه بتيجي ساعه الحدث وما تعدهاش كتير، ويعني في مدارس اختلفت، في ناس تحب السجع، في ناس كل ده طبعا هو الشيء اللي بيطلع من القلب بسرعه في وقت الحدث ده، هو ده اللي بيوصل. طبعًا. طيب هاخد من حضرتك من خلال خبراتك الكبيره وما ينقص المعلق المصري، احنا طبعا على مستوى يمكن التونس بالذات سبقونا شويه في الجزئيه ديت، ايه اللي ناقص المعلق المصري؟ واكيد طبعا بتتابع الدوري المصري بشكل كبير، بتقول لا ناقصنا 1 2 3. لا بص يا كابتن هاني، احنا ما فيش الحمد لله، انا بشوف ما فيش حد الحمد لله سابقنا، دي طبعا او خدوا فرص، يعني ممكن نقول ما هي نتيجه ايه يا كابتن هاني؟ انت لو البطولات دي موجوده، البطوله بتلعب دور كبير جدا في اسم المعلق، يعني البطوله الحدث الحصري بيلعب دور كبير جدا، عدد المباريات كم المباريات في القنوات الحصريه كبير، بيثقل اي حد، حتى بتلاقي واحد بيبدا ب 15% 20% بعد 3 4 سنين بتلاقيه وصل لمستوى عالي.
طبعا الحاجات اللي اتكلمنا عليها في الاول طبعا ان لازم يكون في نوع من التثقيف، لازم يكون اصلا في اهتمام ان احنا يبقى في لجان تعرف تخرج معلق كويس. وخلي بالك مصر فيها مواهب كبيره جدا جدا، بس ما عندناش الجزئيه دي، عندناش احنا انا بشوف اكاديميات، عندنا احنا بنتكلم على اكاديميات كره قدم، بنتكلم على تاهيل مدربين، بنتكلم على تاهيل علاج طبيعي طبعاً. هل في لجان او اكاديميات لتاهيل كمان المعلق الرياضي؟ هو لازم تكون اللجان ديت حد يكون بص المتخصص هو اللي بيعرف يجيب لك حد، غير متخصص دايما مش هيجيب لك حد. ودي مهنه خلي بالك زي الفن وزي ما قلت لك زي لعب الكوره ما فيهاش واسطه، يعني دي لازم تيجي واحد يكون موهوب عنده الكفاءه عنده امكانياته التعليميه كويسه عنده جزء كروي، يفضل انه عنده يكون جزء كروي لان في اسماء كبيره جدا من التعليق في الوطن العربي مش لعيبه كوره، فيفضل ده يفضل لانه هو اصلا هيخدم نفسه بيه ويطور نفسه بقى في الحاجات الجزئيات اللي اتكلمنا عليها، حته انه ياخد يشتغل على نفسه كويس جدا في الجزء التحكيمي، لان بيجي لك مواقف يا كابتن هاني انت ممكن تظلم حد فيها، يعني انت مثلا لو مش متطور دلوقتي في قصه الفار دلوقتي، مش متطور في الجزء البدني دلوقتي، مش حاجه مثلا دلوقتي البدني لا يختلف وانت مدرب كبير طبعًا. لا يختلف عن الجزء طبعًا. الفني، يعني دلوقتي ما بقاش زي زمان المعد البدني ده نشوفه في الملعب والمدرب يطلع بره يشرب شاي قبل ما المعد البدني يحضر الفرقه، لا الموضوع كله دلوقتي بقى باكج واحد مزبوط. وبيشتغل المعد البدني مع المدير الفني والخطه كلها التدريبيه فيها الجزء البدني، يعني كل يوم الكوره بتتغير بشكل غير طبيعي، اجهزه بتدخل على الفرق، الفرق الكبيره دلوقتي في العالم، يعني انا كنت قريب جدا مثلا بتفرج على تدريب للبايرن ميونخ بتشوف مثلا الفريق بيعمل 8 و9 سمول مارما اللي هو الجول الصغير عشان هو الميني جولز الميني جولز ده عشان يقفل زاويه التمرير، فكل يوم انت بتشوف الكوره ده مهم، ان حتى انت دلوقتي رساله للمعلقين المصريين طبعًا ان هو يتابع كمان الحصص التدريبيه، وده متوفر على انا عملت معاشات يا كابتن هاني، عملت معاشات وانا مش مدرب، عملت معاشات كتيره مع فرق كتيره جدا. بص كره القدم انت بتصرف الدولار بتحطه في دماغك بتروح تجيبه، ما فيهاش نفس الكلام بالنسبه للمدرب، يعني انت بتحط الدولار او بتحط استرليني او بتحط حاجه عشان تروح تعمل معايشه مثلا مع فرقه 10 15 يوم بتشوف احدث حاجه في الكوره، لما بتيجي تعلق انت بتبقى شايف الفرقه ازاي بتتكون، ازاي بترحل، ازاي بيغطوا كويس، ازاي بيقفلوا زاويه التمرير، ازاي بعد كده لما فرنسا دخلت مثلا موضوع الدايموند وقفلوا ب 4-2-3-1 ازاي بيعملوا كل الكلام ده، ازاي بتترحل الفرقه، فكل ده لما انت بتيجي بتشرحه المشاهد بيعرف ان انت معلق كره قدم فاهم، مدرب بياخد حقه والجماهير بتاخد حقها، لو في مشاكل بتقدر تخرجها في عمليه الارتقاء في عمليه كذا كذا، ده مهم جدا. وحاجه الجزء كمان اخر انت تابعت كل دوت وعامل معايشات على مستوى التدريب، طب على مستوى الفار، والفار دلوقتي تقنيه جديده دخلت مصر، انت كمعلق كمان حضرت نفسك لده ازاي؟ ذاكرته ازاي؟ علشان في لغط كبير جدا حوالين الفار، وشفنا الاسابيع الاخيره طب الحكم يروح ما يروحش، طب ايه يعني ده كمان عشت القصه دي ازاي وذاكرتها ازاي؟ بص يا كابتن هاني الفار كويس واضاف للكوره اضافات كويسه، وانت بتروح تدريبات انت بتروح تاخد دورات زيك زي الحكام، انت بتروح مثلا اتحاد الكوره تشوف امتى لجنه امتى الدوره التحكيميه الجديده وبتقدم عليها، واكيد ما اعتقدش ان في اتحاد كره في مصر او في حته في العالم مش مبسوط ان في مذيع يجي او في مقدم برامج يجي او في معلق يجي، بالعكس لما تروح تحضر يا كابتن هاني في الفقرات التحكيميه بيجي لك 30 40 حاله تمام، الحكام نفسهم الدوليين بيختلفوا، يعني حضرت مثلا مره سيمينار ما بين علي بوكسيم كان حكم عظيم جدا حكم مونديالي وماسيمو بوساكا وكذا حد في مره من 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 من, من صفوه الحكام طبعا ماسيمو بوساكا ده كان ماسك التحكيم في الاتحاد الاوروبي، لما قعدوا في حالات هم اختلفوا عليها هم نفسهم، وانت قاعد بقى كمعلق لما بتشوف ازاي فكذلك الحال بالنسبه للفار. بص يا كابتن انا بشوف لحد نهايه العالم هيظل كرة القدم فيها صراع دي او لا، لان هي برضه فيها نوع من السنس وفيها نوع من الجزء التقديري، حتى بالنسبه حكم الفار هو حكم ملعب بس موجود في الفار نفس المساعد نفس الكلام، فهي برضه فيها عمليه تقديريه سيميليشن، اللعيبه دلوقتي بقى عندهم ثقافه برضه عاليه جدا في السيميليشن في التمثيل في انه ازاي يقع ازاي يتحرك حاجات من هذا القبيل. انت شايف الفار على المستوى على مستوى العالم، ما نتكلمش على مصر بس، افاد شويه الكوره ولا أفاد. في جزء انه يقول لك لا يمكن متعة كرة القدم قلت شوية بدخول تقنية الفار؟ ما هو بقى الجزء ده ان احنا لازم ما ناخدش وقت في عملية انت حتى في اوروبا لما بتيجي دلوقتي في دوري ابطال اوروبا في اي وضع ما بتلاقيش ثواني بياخد القرار بسرعة لان دي كفاءة الحكم، لو الحكم كفاءة وعنده ثقة بنفسه هو زيه زي اختبار الملعب الحقيقي بسرعة بيدي القرار وخلاص، فلما بتاخد وقت كتير وعدد دقائق كتيرة لان برضو الوقت ده خلي بالك بيتاخد لان الحكم عاوز يوصل لاعلى مستوى من ان يدي كل واحد حق،
فالوقت ده بيتاخد عشان كده. فهو الافضل بيضايقك انت على كمان كمعلق, كمعلق طبعا وده بقى بيوديك لمرحله ان انت لازم تحضر كويس جدا المباراه بتاعتك ومباراه الفاينل غير المباراه العاديه, ولازم تحط لنفسك وقت. انت ممكن بعض الاوقات في ماتشات كنا ساعات بنعلقها في افريقيا النور بيقطع 12 دقيقه 13 دقيقه لو انت مش محضر كويس, وبعض الاوقات يجي لك مثلا ماتش فاينل وفي تتويج وكده, لو انت مش محضر كويس داتا عن كل البطوله وبتاع تقدر تتكلم حوالي 17 18 دقيقه استرسال. فطبعا ده بتحتاجه انت بقى ذكائك انت بتحضر يعني وبتجيب مجموعات حاجات كتيره جدا, زي ما يكون مثلا انا عازم كابتن هاني واسرته فبجيب له كذا حاجه هو يختار بقى اللي بيحبه منها. فنفس الكلام المعلق بيجيب حاجات كتيره جدا للمشاهد, في مشاهد بيحب التاكتكس, في مشاهد بيحب الدعابه الحلوه, في مشاهد تاني بيحب انت تعيش المباراه, في مشاهد تاني يحب المعلومه, في مشاهد تاني يحب ان انت يعني ما تخرجش من 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 اطار اللياقه والادب في يعني دي اذواق انت بقى انت بتحاول كل دوت كل الحاجات اللي المشاهد مع اختلاف اذواقه بيحب يتفرج عليها او يحب يسمعها اثناء المباراه انت بتلم بكل ده وبتحاول تحاول تشتغل على دوت ولا بس انت مش قصده, انت مش قصده انت لو رضيت ضميرك واشتغلت هتطلع تلقائي هو ده الاول لو بدات انت صح بان ترضي انت عاوز ترضي وعاوز اسمك يكبر راجل هادي وراجل فير, فانت لما بتعمل ده بيوصل للناس لان انت بتدي له حقه. فما ما ما بص يا كابتن انا في تعليق اصغر لعيب زي اتخن لعيب في العالم, لان اللعيب ده عنده عيله وعنده اسره وعنده اولاد, نفس الكلام بالنسبه لدول, نفس الفرقه كل فرقه عندها جمهور وعندها لازم تحترمهم. فانت لما بتروح بده بيوصل مشاهد ذكي جدا, مشاهد ذكي جدا, والمعلق زي ما قلت لك هو السيلز, هو بتاع المبيعات بتاع القنوات. فاحنا المفروض ان شاء الله باذن الله تعالى الفتره اللي جايه دي بتمنى ان احنا نهتم جدا جدا, وفي ولاد زي ابن حضرتك دلوقتي كده والولاد الجداد دول كلهم ولاد مثقفين جدا جدا, ده احنا ممكن دلوقتي نخرج معلقين احسن من الاجيال اللي فاتت كلها بما فيهم انا. التكنولوجيا كمان ساعدت انك يطور نفسه بسرعه, وده للجيل حضرتك بتتكلم الجيل اللي طالع لنفسه يبقى معلق رياضي وخاصه في كره القدم ان تفتح له مجال وتديله فرصه ومجال اصعب من ايامكم على يعني طبعًا انت طبعًا مش كبير للدرجه دي, لكن انا بتكلم لا بس انا برضه عشان ادخل يا كابتن هاني تعبت جدا عشان ادخل المجال, عشان انت مش اسم, انا ما كنتش اسمي في الكوره وما كنتش اسمي في التعليق, وان انت تبدا بقناه فضائيه خارج بلدك وان انت تبدا في قناه فضائيه محترفه, فالوصول صعب ان انت تدخل برضه ده صعب وتعدي صعب وتقاتل ان انت تبقى موجود ده صعب وبيحتاج مجهود كبير جدا منك وعشان تثبت نفسك برضه في القنوات الفضائيه بره, ان في صراع يعني صراع جميل وصراع ان كل حد عاوز يثبت نفسه, فالموضوع مش في تنافس كومبيتيشن حتى تنافس موجود محترم يعني جدا طبعا يعني والحمد لله يعني من نعمه ربنا سبحانه وتعالى عليك ان انت تشتغل حاجه بتحبها, دي بقى حاجه ان انت تحب حاجه فتفضل الحاجه دي او تتقلب الحاجه دي تبقى هي لقمه عيشك, ده اللي بيحصل معايا انا. التعليق لما فتره كورونا دي بعدت شويه او كان العالم كله واقف عشان الكوره زي لعيب الكوره كانت بالنسبه لي صعبه نفسيا, بتبقى صعبه انك بعدت عن حاجه بتحبها, دي حاجه انت بتحبها طبعا. زي المسرح زي الفنان اللي بيبعد عن المسرح, نفس الكلام بالنسبه للكوره. حضرتك قلت ان التعليق وخاصه كره القدم مدارس يعني في مدارس مختلفه, ايه المدارس ايه نوعيه هذه المدارس وكابتن عصام عبده من ينتمي لاي مدرسه من دول؟ انا بحب المدرسه بتاعت امريكا اللاتينيه يعني بس مش بصراخها القوي ويعني معدل, انا عدلت انا اقدر اعدل عليها المدرسه اللي هي فيها روح الحياه. بص يا كابتن هاني مباراه كره القدم تفاعلات, تفاعل ماتش فيه احساس, فيه هجمه هنا وفيه هجمه هنا وفي فريق قاعد وفي حد قاعد بي 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 بيتحرك عشان عاوز فريقه تجيب كوره, ما ينفعش ان انا اعلق الماتش برتم المشاهد هيتعب, واغلبيه المشاهدين بيحبوا المعلق اللي عامل حاله للمباراه. امريكا الجنوبيه فيها كده, ولحظه جول ده ممكن معلقين هنعلق انا معاهم, انا علقت مثلا بيك البوكا والريفر في 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 في, في الارجنتين, بتلاقي المعلق ممكن يطلع فوق التيبل اللي موجود معاه من كتر الاصرار والفرحه ساعه الجول دي, عندهم حاجه هو بيفضل يقول جو يعني الجول دي بتاخد لها وفي اتنين بيكملوا تحس ان في اتنين. فطبعا انك تعمل روح للحياه بس مش بالصراخ اللي هو من بدايه المباراه لان تتعب ودن المشاهد, المشاهد لازم هو انت بتتفرج مع المباراه وانت واصف للماتش, لو خرجت عن اطار ان انت واصف للمباراه اعتقد ان انت تبقى صعب تبقى معلق شاطر وما تقدرش تشد ودان الناس ليك, فدي طبعا مهمه جدا انت واصف للماتش مش واصف فني قوي لان دلوقتي في استوديوهات تحليليه ما انا بقى اتكلم حضرتك ديت لان في بعض المعلقين بيبدا يتكلم فني اكتر شويه ويحلل فني اكتر شويه وده بياخد برضه بياخد جزء منه لازم تعرج عليها, لازم حلوه تعرج عليها لازم يعني تروح فيها تعدي عليها طبعا. كابتن هاني انت كابتن هاني دلوقتي انت ماسك
منتخب مصر تمام، عامل بقالك اسبوع بتقطع في ماتش هتلعب مع فرقه، جيت عملت تاكتكس كويس، شايفك في الملعب بتكون كويس، بتحضر الفرقه كويس، قافل زوايا كويس، الباك بيغطي عندك، كل الكلام ده لازم تتكلم عليه، في جزء بدني كويس، في نهايه السيزون اعمل سيرش اشوف فرقه كابتن هاني افضل فريق بدني، فاجي ابدا الموسم الجديد اقول كابتن هاني كان عامل كذا، فده ده حقوق ناس، خلي بالك كابتن، يعني دي حقوق ناس، شغلانه التعليق ده زي حقوق ناس، مدرب، معد بدني، دكتور، حكم في الملعب، لا تقصوا عليه، خدت بالك؟ فطبعا اللفظ محسوب جدا على المعارضة. وانا اجيتك تماما في النقطة دي، لان كمان في بعض الناس او في كان بعض الفترات بصراحة بيبقى اللعيب بيخرج يقول لك انا كنت عامل ماتش كويس قوي، لكن التعليق نفسه طبعاً. المعلق نفسه خلى الناس تروح في سكة تانية خالص. طبعا طبعا. فده طبعاً. كمان ترمومتر لاداء اللاعبين واداء المدربين. طبعا. بيضيع. بيضيع. وبعدين انت بتضيع، ما بقولك انت بتضيع شغل، فانت لما بيكون عندك عين كويسة، عشان كده اغلبيه كل اللي بيلعبوا كوره بيحبوا المعلق اللي ليه فنيات، هو بيحس ان هو بيجيب لهم حقهم صحيح. في المباراه، خدت بالك؟ والمفروض ان المعلق مالوش زي ما قلت لك مالوش لا سين ولا صاد، انت بتدي له 90 دقيقه، عشان حتى جمهور الفريق المنافس لما بيكون وحش وانت بتجامله، انت ممكن في الفتره دي 90 دقيقه بيبقى مبسوط منك، لكن بعد كده ممكن ما بيحترمكش انت كراجل ورا الميكروفون المفروض تقول على كل الظواهر، وهو بيستمتع المشاهد طبعا انه بيحب الكوره، فانت بتقوله على الجوانب الخفيه ودي مهمه جدا، بس برضه ما بتتطرقش فيها قوي فنيا، لان زي ما قلت لك معانا استديوهات تحليليه بشكل او باخر، فبتدي كمان جزء مساحة للمساحة للناس تتكلم فيها طبعًا بشكل اكبر. ايه المدارس الثانيه يا كابتن؟ حضرتك من هواة او من محبي مدرسه امريكا الجنوبيه، ايه المدارس؟ المدرسه الاوروبيه بتعتمد على الهدوء قوي، واثنين كومنتيتور بيعلقوا، انا حته اثنين يعلقوا، انت برضو مش محب ان حد جنبك. انا التعليق، بص التعليق بالنسبه لي خصوصيه غير طبيعيه، يعني انا ما لو حد شافني كمان بعلق كسف التعليق، لان انت جوه بتنفعل يعني انت كمان بتحب نفسك تكون جوه الكابينه ومحدش طبعا محدش يبص عليا ولا هي مفتوحه ولا حاجه، وبعدين اخش بقى ذهني رايق ومبسوط لما اكون مثلا عليك ستريس او حاجه ما تعرفش تعلق، لان هو كلام عارف، هو بص يا كابتن هاني الماتش ده واحد رايح يقابل المحبوبه بتاعته، فانت تقابلها ازاي؟ تقابلها بقى نفسك مستمتع بيها، رايح تستمتع، لما بيوصل الاستمتاع ده عندك بتوصله للمشاهد، امر طبيعي جدا بيوصله، فانت طبعا المدرسه الاوروبيه بتعتمد على الاثنين دي، احنا في العرب ما قدرناش نروح عليها، ودلوقتي خلي بالك الاجيال كمان مستوى المتلقي تغير. يعني طبعا مستوى التلقي زمان مصر بقى في الثلاثينات والاربعينات والخمسينات، حاجه معاك للايام الحلوه دي، الايام بتاعت محمد لطيف وكل دول، لكن المدارس دلوقتي اختلفت مع الاجيال، زي المطربين اختلفت، زي نفس الكلام بالنسبه للمعلق، مستوى المتلقي تغير، اختلف، الولاد بتوع 14 و15 و16 سنه دول عاوزين معلقين بشكل معين تمام، واللي فيهم عاوزين بشكل معين، واللي فيهم عايزين بشكل معين، لكن الاغلبيه دايما بتجمع على ان انت تدي الحاجه الوسطي الكويسه، ان انت تبقى عايش معاهم وبتقرا معاهم، طول ما انت بتقرا ومتابع معاهم الاجواء اللي حواليك بتعرف المشاهد وتبقى دايما مطلوب، يعني لان الشغل في القنوات الاحترافيه كابتنيه صعب جدا، صعب طبعا، عشان تفضل موجود وليك اسم ومتواجد وكده بياخد منك مجهود كبير جدا، ولازم دايما تشتغل، مفيش هزار، يعني انت زي اللعيب المحترف دايما اسمك لازم يعلى عشان تبقى ليك تواجد وليك مكان، يعني اكيد. وانا شفت يمكن انا كان ليا يمكن فتره في كنت يعني في استديوهات تحليليه بين سبورت، وكنت شايف قد ايه المعلقين قبل المباراه بيكونوا كمان مشدودين في جد. عمليه توتر جدا، لان الكومبيتيشن وده بيتقال ده كان احسن من دوت، فالعمليه برده مش عمليه، مش ان انت داخل ب 90 دقيقه او 120 دقيقه وخلاص، لكن بتكون متواتر لغايه دلوقتي رغم الاحترافيه الكبيره ديت لحد ما خلص يا كابتن هاني. انت بص ماتش زي ماتش مصر بتاع محمد صلاح، انا هتكلم عن مصر ده، انا كان هيجي لي هارت اتاك والله، يعني انا في الجول الثاني بتاع محمد صلاح او جول التعادل، ولما جه فينا الجول والتغطيه العكسيه وكلام من ده كله، انا كان ما تقدرش انت ساعتها، انت سكت كمان مصر كلها يا كابتن هاني، انا فعلا اقسم بالاصعب لحظه في تاريخي في اكتر من 20 سنه تعليق، اصعب لحظه دي. انا كنت حسيت كنت هموت يعني خلاص، وبعدين انا بعلق الماتش، انت تخيل يعني انا حاطط 3 4 5 اولاد لاولاد ناس موجودين قدامي، انا مش شايف غير الحته دي، ملعب مليان عن اخره، وتحس ان ربنا سبحانه وتعالى كاتب لنا ان احنا نفرح يعني، فلا احساس غير طبيعي، بلدك بقى
ولو رحنا غانا وبعدين بيجي لك سيناريو لو رحنا غانا عملت حسابها بقى لو رحنا غانا تقفل معانا الدنيا بعد المشوار الطويل ده. واحنا كمان حتى على مستوى بلدنا في الوقت ده كنا محتاجين ان احنا نفرح تمام. وكوره كوره بالنسبه للشعوب اللي زي شعوبنا وزي امريكا اللاتينيه ودي تعتبر انت زرت يا كابتن هاني الدول دي حياه يعني حياه بتحب بتستمتع بيها بتفرح بيها. فالاحساس ساعتها ده انا كنت خلاص مش قادر ولما وعدت والله يا كابتن هاني خلي بالك انا جيت ساعتها من دولتين على اسكندريه ورجعت تاني. انا عملت حوالي 5 ماتشات في 48 ساعه فكان كم ضغط رهيب طبعا بس الحمد لله وشرف ليا طبعا وشرف لاولادي ان ربنا سبحانه وتعالى حطيني على مباراه بهذه القيمه لبلدي في تاريخ. وده طبعا تاريخ لان المعلق لازم يعرف ان ده تاريخ بيتكتب له وبيقعد ليه والاولاده يعني. وبمناسبه اولادك هل بيبقى دور الاسره ليهم كمان راي يعني ممكن انت تروح البيت ولدك يقولوا لك والله يا بابا ده انت النهارده كنت كذا ولا يعني دور الاسره كان ايه في دوت يعني؟ طبعا الاجواء مهمه جدا جدا. هو طبعا البيت الاسره الزوجه اللي زي ما قلت لك هي شغلانه راحه بال وشغلانه عقل لازم انت الاسره كلها تبقى عايشه كده. وانا الحمد لله عندي في البيت يعني زوجتي وحد من الناس العظام جدا اللي وقفوا معايا جدا في فتره المشوار الطويل دوت ان انت ازاي تقف ازاي تروح تعمل الشغل ده كويس ودايما عندها الشغل نمبر 1. فده طبعا بتهيأ لك الجو المناسب للتركيز ولان عارفه كمان المهمه صعبه جدا جدا بجانب زوجتك طبعا ليها كل الشكر كمان طبعا حبيبه حبيبه عصام عبده معانا على التليفون. مساء الخير يا حبيبه. مساء النور يا انكل. ازي حضرتك؟ ازيك انت؟ كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب ان شاء الله. السنه الجايه سنه سعيده عليكم يا رب ان شاء الله. وعلى حضرتك وعلى حضرتك طبعا. بابا بيتكلم على الاجواء في البيت وقد ايه بيكون في تقييم حتى في البيت يعني هو مش مستني تقييم حتى الناس لكن اول ما بيروح البيت قولي لي يعني بابا عامل ازاي بعد المباريات بيروح البيت بتستقبلوه ازاي اذا كان بابا عامل يعني دايما عامل مباريات جيده الاجواء في البيت بعد من المباراه بيكون عامله ازاي يا حبيبي؟ الاول بيبقى بنطمن عليه طبعا وبعدين لو في اي فيدباك بنقوله يفيده ويدعمه. لو حسيته مثلا في حته معينه ما كان موفق فيها لا اقول له بابي لو كنت عملتها كده كان احسن لو كنت عليك بالحته دي كان احسن لان هو عمال يعلمنا التون ازاي وازاي المعلق ما ينفعش يبقى ليه تون واحد لازم يبقى بيفلكتويت كده بيطالع نازل مع المباراه. فلو في اي كومنت بنقول له بس وبنبقى دايما مبسوطين فيه. لو هو بحس هو موفق في ماتش معين بقول له لا كان يعني هو كان كويس. واضح حبيبه كمان يعني تالنت بتحب يعني الرياضه جدا كلهم ولادي الحمد لله. حبيبه بتحب الرياضه جدا هي في علوم سياسيه في الجامعه الامريكيه وهي عاشقه جدا للرياضه وللكوره وفي بسمه برضو تحت منها وفي عبد الرحمن عمر بيلعبوا الحمد لله دول هيبقوا لعيبه كوره كويسين جدا. طب حلو ربنا. لكن حبيبه من بيعجبها جدا حته الحياديه ودايما بتهتم بموضوع ان هي تفلتر معايا موضوع الحياديه. بتاخدي بالك من الحته دي قوي يعني انت وانت بتسمعي بابا كده بتحسي مره يعني تفتكري مره قلتي له لا الكومنت بتاعي او عندي نقطه معترض عليها انك ملت شويه الناحيه دي او هي حته انه ما يبقاش بايس يعني محايد لازم يبقى فيه بروفيشناليتي. صحيح. لو لعيب لاعب كويس لازم يبقى فيه سبورت لان المعلق بيتسمع مش بيتشاف فده اصعب. فانت لازم توصل اللي بيسمعوا او المستمعين يعني انه لا انت محايد وانت شغال على حته البروفيشناليتي. بابي احسن حاجه فيه ما بيلعبش يعني ما بيعلقش لوكلي في محلي بيحب يوصل للعالميه زي اي لعيب كوره. صحيح. عايز يوصل للعالميه. فهو دايما بيقول لي ما ينفعش ابقى عندي فيجن محدود لازم ابص لقدام لازم يبقى عندي طموح ما يبقاش فيه سقف للطموح. وهو ده سر نجاح طبعا الكابتن عصام ده سر نجاح كبير جدا ان هو دايما بيحب يحسن من مستواه ويحب يوصل للافضل طبعا. واللي بيثبت لي ده مثلا بنبقى في حته معينه لا زملكاوي او اهلاوي او اي نادي بيحبه يعني بيجي يتصور معاه وبيحبه يبقى هو كده فعلا وصل ان هو يبقى انسان وحيد. ده حقيقي ده حقيقي. وعايز اكلمك عن اللحظه اللي لسه كابتن عصام بيتكلم عليها لحظه مباراه مصر وغانا
وقد ايه انت كنت موجوده في الاستاد ولا اتفرجتي في البيت؟ لا انا كنت في البيت، بس هو عيط ساعتها، عيط جامد وبتاع. هو كان رد الفعل في البيت ايه؟ حسيته بايه وانتوا قاعدين بتتفرجوا؟ انا دايما لا انا عيطت عليه، لان هو حسيت بشعوره وقد ايه هو حس ان هي حاجه وطنيه اكتر ما هي مصر. احنا دي مصر، فاهمني حضرتك؟ هو طبعا. كمان ما بي طبعا. هو كمان في ابو ظبي، فلما بيجيله اي فرصه انه يعلق في حاجه تبع مصر لا بيروح دايما. اكيد كمان الناس اللي عايشه بره مصر بتحس بمصر اكتر شويه، بيبقى عندها أكتر. بتبقى محتاجه انها يعني بيحط نفسه اكنه موجود وسط البلد. وكان كان كان مباراه كبيره ومباراه عظيمه يعني. بس اكيد طبعا بعد ما شفتيه بيعيط فرحتي طبعا، بعد طبعا هدف محمد صلاح والوصول لكاس العالم. طبعا طبعا. لا محمد صلاح بجد لا انسان محترم جدا وبروفيشنال، وعقليته هي اللي خلته يوصل لكده يمكن. صحيح صحيح. بس مش بس التالنت، لازم يبقى فيه منتاليتي اللي انا استي وافضل على البوزيشن اللي انا فيه والليفل اللي انا فيه واتطور كمان. اكيد هو أكيد. انا شفته كذا مره بيقرا كتب، لا هي بروفيشنال وهو يستحق صراحه اللي هو المكان اللي هو فيها، لا يستحقها. صحيح صحيح. تحب تقول حاجة لحبيبتك طبعا حبيبة؟ حبيبة أنا فخور بيها جدا جدا طبعا، لأن على المستوى أولا الأدبي والأخلاقي والديني والوطني طبعا قبل كل ده بتحب مصر جدا جدا كل ولادي الحمد لله. وأنا برغم الغربة الطويلة دي جدا يا كابتن هاني أنا كنت دايما رابطهم بمصر يعني، ودايما متعلقين بمصر، ودايما يعني أنا وأولادي الأربعة وأهلي وزوجتي وكلنا تحت خدمة بلدنا، بحب بلدنا جدا جدا. والحمد لله دي من الحاجات الكويسة اللي أنا زرعتها فيهم طبعا، وهو أفضل استثمار في الدنيا هو استثمار في أولادي. حبيبي الحمد لله من البنات الجمال الناجحين جدا جدا، وعندها طموح إن شاء الله تمشي بعيد بقى لمكان أممي، لمكان في السلك الدبلوماسي يعني بإذن الله تعالى. ربنا يوفقها إن شاء الله. هي في علوم سياسية زي ما قلت لحضرتك في الجامعة الأمريكية. ربنا معاها. وربنا يوفقها إن شاء الله هي وإخواتها كلهم بإذن الله تعالى. حبيبة كل التوفيق ليكي طبعا. تحية. فخورة بيه جدا طبعا. لا وهو كمان براود أوف يو يعني أكيد على المستوى اللي أنت واصلة له، حتى من الحديث معاكي يعني ما شاء الله يعني نكسب دبلوماسيه قريبه ان شاء الله على مستوى عالي جدا. ان شاء الله ان شاء الله. الله يا رب. كل سنه وانت طيبه وتحياتي للاسره كلها. شكرا. طيب انا كنت سعيده جدا. ثانك يو ميرسي قوي. شكرا ليكي على وجودك هنا في البيت الكبير وتحياتي للاسره الكريمه. شكرا ليكي. الاسره ليها دور كبير جدا جدا اكيد على جميع المستويات، وما شاء الله يعني كمان يعني حب البلد موجود. وانت دايما بتتكلم ان انت كان نفسك تعيش اللقطه ديت كمان، تكون موجود وسط الحدث نفسه، فده شيء جميل. كابتن عايزين نتكلم بقى شويه على يعني فنيات، نتكلم في الكوره شويه وانت طبعا. اكيد عندك معلومات كتيره جدا. شايف ثلاثية النادي الأهلي السنة دي إزاي، وخاصة المباراة الأفريقية ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك كان ليها ظروف خاصة، كان ليها طابع خاص، شفتها إزاي وشفت فوز النادي الأهلي بالتاسعة إزاي؟ طبعا أول حاجة كابتن هاني في نقطتين مهمين جدا. أول حاجة أنا يعني مبسوط جدا وسعيد جدا إن الفاينل يكون تاريخي ما بين فريقين من بلدي أهلي وزمالك أو زمالك وأهلي. الحاجة الثانية كابتن هاني في حاجات كتيرة جدا، أو في حاجة خاصة يمكن محدش بياخد باله منها كتير، إن في كرة القدم دلوقتي حتى بعد الأبحاث اللي عملوها الأخيرة دي، إن الاستقرار الإداري ده شيء مهم جدا. ال 140 بطولة اللي النادي الأهلي عملهم دول مش 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 من فراغ، الاستقرار الإداري وأنت كنت مدرب كبير بينعكس على الاستقرار الفني، وبالتالي الاستقرار الفني بينعكس على لعيب الكورة، لأن لعيب الكورة ده من أذكى الناس. يعني مش محتاج كابتن هاني يقول له النهارده هنلعب كذا وده. فطبعا دي كل دي عوامل خارجيه بيبقى ليها نجاح وليها نسبه كبيره جدا، وده بالعلم وبالابحاث مش بالكلام، ان اكتر ناس استقرارا حتى في الدوريات في الخمس ست سنين الاخيره دول انا كنت عملت مره سيرش كده، ان كل الفرق اللي عندها استقرار على المستوى الفني عملت نجاحات كويسه. على المستوى الاديري ده. على المستوى الاداري والفني طبعا ده بينعكس كله مكمل لبعض. زي ما قلت لك كابتن هو الفريق كله باكج واحد. فطبعا النادي الاهلي من الفرق اللي عندها تركيز عالي جدا، والتركيز ده زي ما قلت لك بيجي نتيجه حاجات سيكولوجيه حتى جوه جسم الانسان. ففي استقرار عند الفرقه، والاهلي حتى عبر تاريخه حتى لما بيكون مش في حالته الفنيه بيقدر
يعمل مكسب. ودي الميزه بقى بتاعه الحاله اللي اتبنت عند النادي الاهلي في تاريخه وفي تاريخ بطولات. لكن زي ما قلت لك طبعا في نجاح على مستوى عالي جدا لمصر كمصر كقيمه طبعا، وصول ناديين كبار جدا زي الزمالك والاهلي، الفرقه فرقتين بيقدموا اول حاجه المستوى وشكل المباراه الاخلاقي اللي خرج. كنا طبعا كان يهمنا ان الفريق من بلدنا ياخد البطوله، فده اللي انا اقول عليه ان احنا عاوزين نبني بقى على ده كابتن هاني الفتره صحيح. اللي جايه ان احنا مزبوط. يبقى عندنا تطور كبير جدا في كره القدم، ان احنا نعمل خطه برضو طويله المدى، يعني عاوزين نشتغل على 30 سنه الكوره. لان انت في كاس العالم الاخير لو انت شفت طبعا احنا عندنا مشاكل كتيره جدا على المستوى البدني، على المستوى التكوين من الاولاد الصغيرين، ودي فرصه كويسه ان انا نفسي ادعو، لان في عناصر تدريبيه مصريه موجوده بره كويسه جدا، ومع العناصر الموجوده هنا لو عملنا زي ورشه عمل كده وقدرنا نعمل حتى شهرين من التجمع من التقاء من حاجه، هنخرج حاجات كويسه. ياريت. ده اللي انا بتمناه، لان هنعمل بلان لاتحاد الكره اللي هيجي الجديد او القائمين على الرياضه في مصر ان شاء الله بلدنا ان احنا نشوفها افضل. لان احنا بص كابتن، طالما عندنا محمد صلاح وعندنا هاني رمزي وعندنا تريزيجيه وكان عندنا احمد حسن سنوات طويله وعبد الظاهر السقا ووائل جمعه، مصر دي على سبيل الذكر كل الاسماء دي لا الحصر يعني، فمصر تقدر تخرج. عدد المشاركين عندنا في الكره قليل، وعدد اللي بيمارسوا الكوره قليل، وعدد اللعيبه المحترفه في مستوى عالي. انت الحمد لله طالما عندنا واحد دلوقتي من افضل 3-4 لعيبه في العالم، اذا مصر عندها. فاحنا صحيح. محتاجين بس نعمل مشروع وطني يقعد فترات طويله نشتغل عليه 30 سنه، لمدربين لقطاع ناشئين لمدارس تنتشر على مستوى مصر. مصر 120 مليون يا كابتن هاني، ولما تشوف في فرق افريقيه عندها محترفين اكتر مننا وما يجوش ربعنا في عدد السكان. صحيح. فطبعا لازم نعمل وقفه في دي. وخلي بالك كابتن الكلام اللي حضرتك بتقوله بس مش عشان مصر، يعني انا شفت الكلام ده اتعمل في بلاد متطوره على مستوى الكره جداً. تطور كبير جدا. ألمانيا كابتن، ألمانيا في التجربه بتاعتهم طبعا، التجربه بتاعتهم طبعاً. من 2000 طبعاً. طبعا بعد الحصول على المركز الثالث في 2006 عملوا اللي حضرتك بتقول عليه دوت، عملوا ورشه عمل كبيره طبعاً. جدا طبعاً. وعملوا خطه طويله الاجل ل 2026 ما زالوا موجودين في عليها. هذه الخطه دلوقتي يعني. لان هم من الناس، بص ألمانيا وانت طبعا اكتر مننا عشت سنوات طويله، ألمانيا من اكتر دول العالم تؤمن بالبحث العلمي. فهم بعد من 88 ل 2000 غيروا خالص بعد كده، دي كانت حقبه خالص انتهت واشتغلوا، بداوا يجيبوا امريكان، لان الامريكان دلوقتي والالمان في الجزء البدني غير طبيعي، وبداوا يخلطوا ما بين الجزء الفني. انت لما تشوف بايرن ميونخ دلوقتي تحس انه فريق ملاكمه مش فريق كوره، ازاي بيعمل الضغط ده كله من فوق، والضغط متوالي ومتتالي وفي اماكن يا كابتن هاني ضغط فيها مش هزار، مفيش زوايا تمرير خالص ما تقدرش تلعب عليهم. تمام. اتكلمنا عن جوارديولا لانه راجل غير في الكوره، بنتكلم عن زيدان دلوقتي بيعمل عظمه جديده جدا في عمليه التحول بالنسبه للعيب اللي معوش الكوره. يعني زيدان دلوقتي في ترانزاكشن هتشوف فرقه مختلفه خالص اللعيب اللي معوش كوره. فكل مدرب بيضيف حاجه بتقدر تقول ان هو عمل حاجه هنا. دي عظمه ريال مدريد دلوقتي في ان اللعيب اللي معوش كوره بيشتغل عليه زيدان شويه، ودي عبقريته طبعا. فاقصد اقول لك ان المانيا بعد ال 12 سنه دول عملوا سيرش وبداوا يشوفوا هم عندهم مشاكل فين، وبداوا يعملوا التخطيط اللي هو بعيد المستوى. ومفيش منتخب يا كابتن هاني اخد كاس عالم بدون تخطيط طبعا، استحاله. مفيش منتخب من منتخب سواء اسبانيا او المانيا او المنتخبات العملاقه دي كلها في الفتره الاخيره ما خدش كاس عالم غير بتخطيط بعيد المستوى. اكيد طبعا. احنا حتى لو شفت مصر في كاس العالم في مباراه زي مباراه روسيا دي، انا عملت معدل ضعيف جدا لينا على المستوى البدني قدام روسيا. فكان في فوارق كبيره جدا، لكن الفوارق طبعاً. دي بتقل مع زي ما حضرتك بتقول اللونج بلان تيرم، اللي انت بتشتغل طبعاً. على الكلام دوت بشكل كويس. وعلى سبيل المثال باي كلام حضرتك ان كلينسمان ساعه ما مسك جاب مدرب احمال الايس هوكي والباسكت بول، بعيد خالص عن كره القدم، لكن الحاجات الصغيره للسبرينت الحاجات دي. فمش عيب ان انت كمان تجيب من ناس من بره عشان تاخد تضيف عليهم. انت يعني. ممكن كابتن مش تجيب خبره، انت ممكن تشوف بعد كل بطوله عالم تشوف افضل معد بدني ويحاضر للمعدين البدنيين بتوعنا، ويحاضر كمان قبل المعدين المدير الفني. لان يعني زي ما قلت لك دلوقتي انا اخر حاجه يمكن اتفرجنا عليها شفناها بره، ان دلوقتي الجزء كله العمل الفني كله عمل واحد. يعني دلوقتي ما ينفعش مدير فني ما ملوش في الاعداد البدني، لان انت بتبني خططك كلها، حتى التدريبات بتاع 4 ضد 4 6 ضد 4 6 ضد 6 الشكل الدفاعي بالنسبه للفرق كله ده مكمل. صحيح. اصبح دلوقتي مش زي زمان حتى احنا بنلعب كوره كان الراجل اللي بينزل يسخننا والمدير الفني بره، فاهم؟ عقبال ما تسخنه يندهل يعني. مفيش كده صح؟ في الكوره الحديثه مفيش الكلام ده. فطبعا احنا المودرن فوتبول اتغيرت جدا يا كابتن. الكوره دلوقتي علم، حتى دخلوا عليها يعني الهندسه الفراغيه. يعني يورجن كلوب يا كابتن هاني، عظمه يورجن كلوب انه عمل فريق غير طبيعي. يعني انت بتتكلم دلوقتي مثلا يورجن كلوب ده اصبح دلوقتي فريق ليفربول
يجبر اي فريق يلعب في 30 متر ما بيلعبش في ال ما تقدرش الادوار بتاعه زيدان تفتح طبعا قدام شوف حضرتك زيدان وصلاح بيضغطوا ما بين السنتر باك وما بين باك الطرف عشان وفيرمينيو يخليك يلعب فين ما يلعبش في 70 72 متر ويخليك تلعب في في يا دوبك 30 متر وبالتالي عامل عليك الضغط دايما على طول ما خلاش تبدا من اي طرف من الاطراف حتى لو في لعيب عظيم من هنا هو حتى حسبها قال لك كل 1000 كوره ما يقدرش يعدي اربع كرات اه طبعا بقول لك كره القدم دلوقتي بالحسابات ستاتيك وحسابات طبعًا على طبعًا اعلى مستوى طبعًا 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 وخلينا طبعًا نقول ان مشوار النادي الاهلي الحمد لله السنه اللي فاتت في المشوار الافريقي كان مميز جدا خاصه في الثلث الاخير مباراتي الوداد حتى المباراه النهائي مع نادي الزمالك هكمل مع حضرتك لكن أنا في نقطه كمان بالنسبه اتفضل كده لا اتفضل نقطه بس بتاعه النادي الاهلي انه وعى جدا لموضوع كان في مشكله في القلب للاهلي والحمد لله اتصلحت يعني الحمد لله كان مشوار ناجح السنه اللي فاتت كمان مشوار النادي الاهلي بدا مع طبعا اول خطواته في دور ال 32 امام سونديب بطل النيجر بفوز كبير جدا يمكن باجمالي 5-0 معانا تقرير واراء الجماهير عن مشوار النادي الاهلي السنه دي في ان شاء الله للحصول على رقم 10 والعشرة يا اهلي الاهلي طبعا نادي كبير جدا ونادي عظيم جدا وهو نادي القرن وخد بطولات كتير جدا والمدرب اعتقد المدرب ده هيجيب نتيجه رائعه معايا اعتقد النادي الاهلي نادي قوي واعتقد يعني بالفريق الموجود والمدرب اللي موجود اللي هو مسمري ممكن نحقق انجاز كبير السنه دي تمام وباذن الله هناخد البطوله باذن الله شيء متوقع يعني الاهلي مش غايب عن الاهلي ان شاء الله يبقى مشوار كويس وباذن الله يعني نحقق العشرة السنه دي بس عشان احنا احسن سكواد في افريقيا كلها اساسيين واحتياطيين باذن الله يعني البطوله بتاعتنا السنه بطوله افريقيا ان شاء الله يعني احنا قدها برضو وبن احنا صعدنا الدور 16 ومنتظرين دور المجموعات والاهلي يعني اعد الترتيب الجيد ان هو اي مجموعه ان شاء الله يقع فيها ان شاء الله هيبقى على حسن الظن ويقدم مستوى جيد وما نعيش على اعصابنا زي المرات السابقه احنا الكابتن الخطيب يعني جاب لعيبه وتقدر تقدم ونصعد الى الدور النهائي ان شاء الله اعتقد في ظل التشكيله ديت ان شاء الله العشرة هتكون بتاعتنا يعني وان شاء الله نتمنى له التوفيق وان شاء الله مش تخرج بره النادي هي بس هتبقى صعبه شويه عن كل سنه بس ان شاء الله الاهلي هيوفق فيها اكتر وان شاء الله في كاس العالم هنحقق ان شاء الله مركز باذن الله من وجهه نظري يعني ان اللعيبه يعني بتادي اداء كويس اللعيبه كويسه والمدرب الجديد هو بصراحه مادي معاهم وعارف يتعامل مع اللعيبه كلهم يعني كل لعيب بالطريقه اللي هو المفروض يتعامل معاها بيها فانا شايف ان ده جايب نتيجه معاهم ايجابيه جدا اللعيبه يعني بتلعب وهي مستمتعه من الاول تحس ان اللعيب بيلعب مش يقضي ماتش وخلاص ده بيلعب مستمتع وبيكسب فانا شايف ان الموضوع هيبقى مختلف باذن الله وان شاء الله اللي حصل السنه اللي فاتت يحصل السنه دي وناخد البطوله برضه باذن الله رجعنا مع حضراتكم والكابتن الكبير عصام عبده راي حضرتك في النادي الاهلي في المشوار الافريقي بدايه طبعا الخطوه الاولى سونديب واهم اللاعبين اللي كان ليهم كمان سبب واضح في حصول النادي الاهلي على التسعه والله هو التيم كله بصراحه يعني خلال السنتين اللي فاتوا دول الاهلي عمل نوع من الحاجه في الكوره صعبه شويه هي موضوع الترميم وده اللي دايما الاهلي والزمالك وريال مدريد برشلونه اليوفنتوس الانتر كل الفرق الكبيره دي كلها جمهورها الكبير ما بيخليش تصبر عليها تعمل عمليه بناء لفريق جديد فدايما وانت ماشي في السكه حتى من ايام الكابتن هاني بتلاقي دايما بتدخل حد مكان حد النادي الاهلي كان عنده بعض المشاكل في موضوع القلب عالجها وبدا يظهر واحد زي ياسر ابراهيم لعيب هايل عجبني جدا بدري بنون اضافه كويسه علقت له كتير انا في مع الكوره رايك ايه في بدايته مع النادي الاهلي لعيب يعني. ممتاز عنده ثقه بنفسه والبطولات السريعه اللي خدها بسرعه في اول مبارياته دي بتصنع منه طبعا بتدخلك في بطاقه النادي الاهلي لان طبعا الفرق الكبيره مش اي لعيب يقدر يمشي معاها يا كابتن طبعا اليو ديانج حاجه دلوقتي انت كنت بتكلمني اثناء تقول لي لعيب جدا يا كابتن هاني لعيب بوكس تو بوكس لان بصراحه يعني انا بشوف دايما على قد خبرتنا القليله في الكوره ما ينفعش اثنين الارتكاز دول لان خلاص ما بقاش في لعيب اسمه ديفندر دي ديفندر دي اتلغت في الكوره دلوقتي اللعيب الارتكاز دول لازم يكونوا شبه بعض يعني واحد بوكس تو بوكس زي ديانج واحد تاني بيكون مثلا برو اكشن شوية. برو اكشن يقدر يستخلص الكوره كويس زي
زي فتحي ممكن يعملها. لكن طبعا يعني فتره عز امجاد حسام عاشور كان بيتعمل، لو 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 اتنسقت الامور دي في الحته دي بتاعت نص الملعب هتبقى ممتازه جدا، لان طبعا عظمه جوارديولا كله كابتن هاني كانت في قوته الدفاعيه. يعني جوارديولا انا حضرت له يمكن تمرينتين ثلاثه في برشلونه، شغله 75% كله على الشق الدفاعي. الشق الدفاعي رغم رغم الشكل العبقرية. الحلو لما تيجي تتكلم انت لحد ممكن ما صدقكش، لكن كل شغله كان على المستوى الشق الدفاعي، حتى على مستوى حارس المرمى. يعني حارس المرمى من 5 6 7 تمارين في الاسبوع كان بيلعب تمرينتين معاهم لعيب كوره. بيلعب كوره، بينزل يعمل تقسيم عشان هو لو هو بقى لعيب عادي بيستخدم رجله اكتر من ايده. كل دبه نمله هو بيشتغل عليها، وكل حاجه بتتقطع عليها. الجزء البدني عندهم في بايرن ميونخ في ثلاثه بيمرنوا، وعندهم هيد كوتش ومعاهم اثنين. فالجزء العلمي ده اللي بقول لك عليه ده شغال عليه الفرق بشكل كويس جدا. النادي الاهلي زي ما قلت لك تطور طبعا بشكل كبير، لان الاهلي برضه بعد جيل عظيم جدا اكيد امر طبيعي هيحصل، اكيد بيمر بفتره شويه عدم اتزان. لكن خلينا نبدا كمان بالشناوي اللي عامل موسم اكتر من رائع. شناوي شناوي انا يعني عارف ايه، فرحان للي وصل له، بس على مستوى يعني واحد ابن مصر وكان نفسي بدري جدا يكون كده، او كان نفسي من بدري يكون كده. وده الجزء يا كابتن هاني اللي بقول لك عليه، ان احنا عايزين نخرج من عندنا حته جزئيه الانديه، لازم نخرج من دي، ولازم نخرج من العباءه دي، ولازم الولد من صغره تبتدي تحضره تثقيفيا زي صلاح. يعني انت دايما بنتكلم على صلاح ليه؟ لان صلاح خلي بالك كابتن هاني انا بشوف مش رجله الشمال اللي وصلته، يعني مش رجل صلاح الشمال هي اللي وصلته لمحمد صلاح. انت لما تقعد معاه دلوقتي حد مختلف خالص. يعني صلاح عنده وقت يقرا فيه، صلاح عنده وقت يعمل فيه هوم ورك في البيت ومستمتع بده. محمد صلاح مثلا لما راح، انا مره قعدت معاه مثلا في روما، بيقول لك انا قبل ما اجي ايطاليا ما كنتش بعرف اجري في الملعب، سباليتي علمني ازاي اتحرك في فلعيب كوره دماغه هي اللي مطوراه اكتر. ده حقيقي طبعا. فهو نفس الكلام، لازم من الصغر حته التكنيك والوضع من بدايه اللعيب، التاسيس بتاعه بشكل كويس هيفرق. الشناوي دلوقتي ما شاء الله حاجه رائعه جدا. علي معلول فرقه كويسه كلها دلوقتي، وموسيماني مدرب من المدربين بتحب الكوره وموجوده معاه اللعيبه دي. شفت تدربته سريعا ازاي، وقدومه على مهمه كانت صعبه جدا، ومشوار صغير لغايه دلوقتي الموسيماني. خلينا نتكلم بكل امانه، مش كبير مش كبير. بس جه على بطولات. هو بالزبط. هو مدرب مبخوت جدا. اول حاجه لانه درب سان داونز، وسان داونز فرقه من الفرق اللي عندها جزء مادي كويس، وعنده اداره كويسه، وعنده دعم مادي كويس، وده اهم حاجه بالنسبه للمدير الفني يا كابتن هاني، ان انت بتجيب مدير فني يمشي مع اللون بتاع الفريق. في سان داونز عمل فرقه كويسه، وعمل حاله جماعيه كويسه لحد دلوقتي، يعني ممكن نقول. بس هو زي ما قلت لك جه على بطولات وجه على ارث، هيبان بقى في الفترات اللي جايه دي طبعا ان هو يخش بقى في سكه انه ممكن ان شاء الله يبقى قاعد سنوات طويله. لكن هو عنده حاجه كويسه انا بشوفها، مش قريب قوي منه كمدير فني ما اعرفوش شخصيا، لكن حاسس انه عامل الفه مع اللعيبه يعني. وده جزء مهم جدا أكيد. في الكوره. لكن يورجن كلوب شويه يعني شخصيه يورجن كلوب شويه واخد مع اللعيبه واخد منها. لكن طبعا المدرب الاساتذه الكبار زي حضرتك كده يقدروا يقيموه طبعا ازاي في لحظه فقدان الكوره ازاي. عشان كده هي لجنه الكوره في النادي الاهلي طبعا فيها اسماء عظيمه جدا، دول على طول بيتابعوا اكيد. فطبعا دول مدربين كبار، كابتن محسن وباقي الاخوه كلهم، فطبعا دي اكيد مع كابتن محمود وباقي الاسماء كلها. فمهم جدا جدا دايما النادي الاهلي جمهوره ما بيرضاش بال صحيح. المركز الثاني ده بالنسبه لي ما نفهموش سيء جدا جدا. فطبعا ده بيعمل لود وبيعمل ضغط لكن زي ما قلت لك لما بيكون في استقرار اداري كويس جدا واستقرار فني، لان هدوء المدرب بره بينعكس على لعيبه الكوره. ولعيب الكوره خلاص دلوقتي من كتر تطور الكوره ما بيحتاجش ان الكابتن هاني يقعد معاه بالليل ويقول له هنلعب بكره. هو اللعيب ذكي جدا، مجرد ما بيشوف الكابتن هاني عليه ضغط ازاي، عليه حاجه ازاي، عارف متطلبات المباراه. لكن الفرقه بدات ملامحها، مجموعه اللعيبه اللي بدات ترجع دي هتعمل برضو هتعمل. اخد رايك فيهم انت عندك دي ممتازه جدا يعني كابتن. انت اللعيبه كلها تتكلم على محمد شريف، اكرم، صلاح، محسن، هاي. بس هو دايما الاهلي ليه لعيبه انت بتشوفها تعرف انها تقعد 10 و12 سنه. يعني الاهلي دايما لازم يحتاج هاني رمزي يقعد 12 يعني 6 سنوات، يقعد في المنتخب نفس الكلام. لعيبه الاهلي والزمالك ولاعيبه الفرق الكبيره لازم تقعد سنوات موجوده كلعيبه اساسيه. يعني سترايكر الاهلي مثلا عماد متعب يقعد فتره، الاثنين الديفندر يقعدوا سنوات طويله، ده الاهلي. لما بيجي لك حد مش في الترس، يعني هو الاهلي ترس، لو ما فيش واحد ركب معاه ما بيقدرش يلعب. لعب فتره صغيره ويبقى طب. والمدرب القليل النادي الاهلي يعني ما يقدرش يكمل مع النادي الاهلي. لكن هي تجربته طبعا، وكان اختيار في نوع من المجازفه، لكن لحد الان بالارقام ماشي كويس، يعني بالارقام ماشي كويس. لكن يعني نحتاج احسن، وبالذات النادي الاهلي داخل على كاس عالم الانديه،
عايز اكلمك على كاس العالم للانديه اللي هي تجربه مش جديده على النادي الاهلي ويخاضها يمكن خمس مرات، دي المره السادسه. شايف البطوله الجايه هتبقى الاصعب ولا؟ طبعا انا شايف ان احنا محتاجين الاهلي طبعا ممثل مصر، انا بتكلم على اللي هيمثل الكره أكيد. المصريه والعربيه، محتاج يبقى في نوع من التدعيم برضو نوعا ما. يعني الاهلي دايما يبقى لازم يبقى عنده مركز واثنين وثلاثه لعيبه سوبر، يعني اللعيب اللي بره زي اللعيب اللي جوه، وتثبيت للفرقه الاداء الفني بتاعها كويس، لان انت بتتكلم على مدارس كابتن هاني على المستوى البدني قويه جدا رهيبه طبعا. احنا مشكله انا بشوف انت شايف الجانب، انت دايما مركز على الجانب البدني اكتر، لان ده كابتن جانب في تطور علمي كبير جدا، واحنا اعتقد يعني انا عايز ان شاء الله نوصل ليه ده. فده جزء مهم جدا جدا. انا كان ليا شرف العلاقه الاهلي وباتشوكا، الاهلي كان في الافتايم الاولاني كان شكله، والافتايم الثاني لما وقعنا بدنيا وقعنا شويه، الجزء البدني ده مهم جدا. واحنا على مستوى تاريخنا حتى انتوا ايامكم تحب اللعيب عاوز ينزل يلعب بالكوره طيب. وخلاص دلوقتي مفيش بدني بقى بتاع التراك والمدرجات كله بالكوره فاحنا مهم جدا. لعيب الكوره المصري عنده مهاره عاليه جدا، لعيب ذكي جدا مهاريا، لو الجزء البدني والجزء الخططي اتطور عنده هيبقى لعيب كوره جامد جدا جدا. ده اللي حصل مع صلاح وده اللي بيحصل دلوقتي مع تريزيجيه كابتن مهاني. لو انت اتطورت خططيا، ولازم المدربين بتوعنا كلهم من القاعده نجيب اغلى المدربين تحت، نقسم من تحت ونبدا من تحت ونعمل القاعده من تحت، هنجمع، لان كره القدم استثمار غير طبيعي جدا. ده حقيقي، البرازيل بتمثل لها الدخل الثاني بعد البن. صحيح. 700 و800 لعيب في سنه من السنوات في 2011 كان في 891 لعيب برازيلي بره بيجيبوا عمله صعبه لبلدهم. صحيح. فاحنا 120 مليون ل 110 مليون فنقدر نطلع لعيبه كتيره جدا. انا ان شاء الله يعني الملف دوت يمكن فتحته في البيت الكبير، لان انا درست ازاي المانيا عملت الخطه ديت 26 سنه او اكتر في مجال كره القدم. وحضرتك كمان ليك رؤيه يعني واضح ان ممكن نطلع حاجه كويسه والناس تاخد الكلام ده وتطبقه، لان زي ما انت بتقول عندنا اكتر من صلاح وعندنا اكتر من تريزيجيه وعندنا اكتر من حجازي طبعاً. بس محتاجين نطلع الناس ديت نشتغل عليهم على الجانب طبعاً. الفني طبعاً. والبدني طبعاً. والنفسي طبعاً. بشكل افضل يعني. انت كابتن هاني بص، في انا رحت مره زرت اكاديميه لمسيه، اكاديميه لمسيه جايبين لعيب كوره من الاورجواي وجايبين من غانا وجايبين من ساحل العاج، جايبين كل اللعيبه من دول مع الولاد الصغيرين، كل واحد منهم معاه 3 4 اشخاص ومعاهم مدير بيدير الولد ده. الولد ده حاطط له رينج من 2 ل 3 4 مليون يورو هيصرفوا عليه لحد 18 سنه، ده عارفينه هيروح موناكو، ده عارفينه هيكمل في برشلونه، ده عارفينه. الولد ده في الفتره ديت بيتعلم حاجات كتيره جدا، اسلوب حياه الاحتراف، يتعلم هل ممكن ده يلعب ليفل 1 يلعب ليفل 2. فده دي صناعه كبيره. صحيح. جدا. واحنا شعب بنحب الكوره وعندنا مواهب كبيره، وزي ما عندنا واحد بيقعد على المنصات دلوقتي محمد صلاح بنشوفه بقاله سنوات طويله ما شاء الله، وانا اعتقد ان شاء الله الفتره الجايه كمان، لانه اكتسب خبرات في الملعب كبيره جدا. فنشتغل على الجزء ده ان شاء الله يبقى عندنا حاجه كبيره جدا في الكوره ان شاء الله. وهيجي بقى بالعلم، لان بصراحه العلم تدخل في الكوره بشكل كبير دلوقتي. انا بايدك تماما. الاجهزه كمان حتى اجهزه القياس بتاعه اللعيبه في الملاعب في الكلام ده كله تغير بشكل كبير جدا. تغير بشكل كبير، وان شاء الله مصر يعني مش بعيده انها تخش هذا المجال، لان عندنا تالنت كتير جدا وعندنا نجوم كتيره طبعا جدا طبعا جدا طبعا. وان شاء الله الواحد دايما متفائل وان شاء الله الخطوات اللي جايه. مصر عظيمه جدا طبعًا. وانت لو عايز 100 عالم ذره بكره تلاقيهم في مصر. صحيح. طبعا كل سنه وانت طيب يا كابتن هاني، دايما حبيبي، نورتنا بجد وشرفتنا، وكان يعني لقاء مميز كالعاده. حبيبي ونسيت اعزي كابتن طه معلش واسرته. طبعا كابتن عظيم وحاجه طبعًا. عظيمه جدا، عملاقه مصريه، وده طبعا اكبر دلاله على كلامنا ان في السبعينات والستينات المدرب المصري كان هو برازيل العرب. صحيح. دي شوف اول بطوله خليجيه بتتكلم على عدد بطولات كبير جدا ككابتن طه طوخي مع الهلال السعودي مع الانديه دي كلها. فان شاء الله السنوات اللي جايه باذن الله تعالى يكون لكل مجالات المصريه ليها رياده باذن الله ان شاء الله. ونتمنى لك انت كمان كل التوفيق في مشوارك، ودايما منورنا ومشرفنا كمان. حبيبي يا كابتن هاني، شكرا لك كابتن. شكرا لك. دي طبعا كانت نهايه فقرتنا الاولى في البيت الكبير، بعد الفاصل مع الكابتن الكبير ايهاب جلال.